بقول بدل علي الاهلي على طول، انا بعشق الاهلي فبقول دايما الاهلي، كلمه الاهلي بدل علي. معلش اسمحوا لي، علي بيساعد الشناوي في التمرين وبيساعده المستوى يكون عالي، لان دايما علي بيدي كل اللي عنده في التمرينات، بيتدرب وبيلعب بيدي كل اللي عنده خلال التدريب او الماتشات. والمنافسه اللي ما بينهم دي منافسه الموجوده، بس منافسه صحيه بين التلات حراس اللي عندي، خاصه الاثنين الاول الاساسي ويجو اللي هو الشناوي وعلي لطفي، بيجي بعد منهم مصطفى شوبير. ده بيشد كله، بيجذب كله للاعلى. وعشان توصل مستوى عالي، مستوى كبير زي نادي كبير نادي الاهلي، لازم يكون مستوى الحراس ومستوى عالي. لازم توصل مستوى حراس عالي زي الانديه الكبيره زي ريال مدريد وبرشلونه، بيكون في منافسه بين الحراس، بس طبعا لازم يكون منافسه صحيه. بكره منافسه صحيه، ان كل واحد بيدي كل اللي عنده، ويحاول كل واحد يتعلم حاجه جديده ويتعلم من زميله حاجه تانية. وطبعا بنحط قيم ومفاهيم معينه في المنافسه ما بينهم، وده بالنسبه لي اعتقد ده حصل في الاهلي، وده مهم جدا بالنسبه للفريق وبالنسبه لعلي لطفي. طبعا طبعا ده بيبين يعني ان حراس مرمى النادي الاهلي كلهم اسره واحده. بان في مباراه طلائع الجيش علي لطفي كمان لما اتفرج على لعيبه طلائع وكل واحد بيسدد في انهي زاويه، وكتب ورقه لمحمد الشناوي وحاول يديها له قبل المباراه، فده بيبين الاسره الطيبه والاسره الواحده بين حراس المرمى وميشيل يانكو.